في منتصف مارس من كل عام ينظم الفنان مرة أسبوع يوم مفتوح للرسم، هو يوم للسلام والتعايش والتعبير الحر. يشارك هنا فيه الناس من كل الفئات والأعمار وكذا في مشاركة الرسم. الفن في اليمن، فن الشارع في اليمن ليس منفصل عن المجتمع، بل هو جزء منه. الجمهور ليس من فقط مجرد مشاهد للوحات، بل هو مشارك معنا في هذه الأعمال.